السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواقع الجميلة في الذكاء الصناعي اللي ينفع في شغل المعماري بروم اي اي. الموقع ده جميل جدا، ممكن يكون عندك سكتش انت رسمه بخط الايد او رسمه بخطوط بسيطة خالص ويعمل له رندر رائع. طيب خلينا نعمل ابلود للسكتش ونشوف الموضوع دوت. دي كلها صور كانت معمولة سكتش بخط الايد وهو قدر يعمل لها الرندر بشكل رائع. طيب خلينا نرفع احنا صورة، هو عنده كذا صورة تقدر تجرب فيها لكن احنا عايزين نرفع صورة من عندها. وليكن مثلا هرفع الصورة زي كده واقول له اوبن، وممكن تدي له ريفرنس ايمج، يعني انا عايز صورة اللي تطلع تبقى شبه الصورة دي، يعني تقول له رندر بشكل معين. طيب هبدأ هنا اختار الستايل، هنا دي احنا عايزين حاجة تكون معمارية اكتر. من سين هنا ممكن تختار بقى ان دي اركتكتشر انتيريور، وتقدر تختار بقى الستايل اللي انت عايزه او الشكل اللي انت عايزه، المود اللي انت عايزه تقدر تختار من الاشكال ديت المود اللي انت عايزه، واقول له جنريت. زي ما شايف سريع ما خدش ثواني وبدأت تظهر معانا الصور اهيت. تقدر بقى تختار الصورة اللي عجباك، تمام، وتقدر تشوف الصورة قبل وبعد. هو طبعا حط الاسم بتاعه لان احنا نسخة مجانية، دي حطيت اللي هما الاتنين قصاد بعض عشان تقدر تقارن. الكرسي ده هو الكرسي دوت، الصوفة اهيت، النوافذ كله اتعمل له رندر بشكل كويس. تقدر تقارن بقى تشوف اي واحدة فيهم اللي عجبك اكتر، تمام. تقدر تعملها بابلش لو انت عايز بحيث الناس كلها تقدر تشوفها. هو اقترح التسمية لكن انت تقدر تعدل فيها، اقترح التاجات، اقترح الوصف، تقدر تحط انت الوصف اللي انت عايزه. بيقول لي انت تكسب نقطة وان كوين لما تعمل بابلش للصور بتاعتك، ما فيش مشكلة يعني، خلينا نكسب لنا نقطتين تلاتة كده ماشي. طبعا لما بتعمل شير برضو بتكسب 0.1، مش مستاهل، تمام. هنعمل شير ما عنديش مشكلة بس عشان وقت الفيديو بس، تمام. طيب تعالى بقى نجرب حاجة تانية، نروح لهوم. هتلاقي ايمج تو فيديو، ترفع اي صورة يبدأ ان هو يعمل لك الفيديو، تكست تو فيديو، تكتب اي حاجة يعمله لك لفيديو. زائد في حاجات كتيرة جدا زي مثلا ان هو يعمل لك اب سكيل للصورة، يحسن لك جودة الصورة ويكبرها لك من غير ما يقلل الجودة. طيب هو بيقول لي بقى اكتب البرومت اللي انت عايزه، هقول له ارى بيك فيلا. اختار بقى الستايل اللي انت عايزه، عايز طول العرض يبقى عاملين ازاي زي ما انت عايز، الموشن يبقى مقداره قد ايه، فيبدأ يعمل لنا الفيديو. الفيديو بياخد شوية لانه يعتبر بيتكون مئات الصور عشان يطلع لك الفيديو اللي انت عايزه. لا تصدق 65% وسريع اهو. زي ما انت شايف في تولز كتيرة جدا، كل ما بتدخل بتلاقي زود هو تولز كتيرة جدا، تمام. مؤثرات للكتابة زي ما انت عايز، شايف الباك جراوند ممكن تديله حاجة واحدة ويعمل لها خلفيات كتيرة جدا فتعمل شغل دعاية للمنتج بتاعك. فوتو سكتش يعني تديله صورة ويعمل لها السكتش بتاعها. بيغير لك بعض العوامل في الصور عشان يديك نماذج أخرى للصورة. لا إبداع ما شاء الله. ادي ايمج تو فيديو، تديله صورة ثابتة هو يبدأ يعمل لها الحركة بتاعتها. تكست تو فيديو، تكتب كلمة او بقى تكتب المحيط يعمل لك المحيط. دي بقت موجودة في الفوتوشوب برضو، ان انت تتعلم عليه حاجة تقول له امسحها لي يمسحها لك او يبدلها لك زي ما انت عايز.
طبعا انا البرومت عندي خاصيه اللي هي الانهانس، ان انا اديله ويبدا بقى يحط لي بقى انا عايز حديقه للفيلا وحاجات كتيره جدا، تمام، فنقول له اعمل لنا واحده كمان، دي شغال فيها ودي برضه شغال فيها. طيب في فيديو اهوت، تعال نبص عليه. في اهتمام كبير جدا بالتفاصيل، هي دي الصورة، هو خد الصورة، يعني هو خد التكست حول صورة، بعد كده الصورة حولها لفيديو بالشكل دوت. طبعا النسخة اللي احنا بنعملها دي مجانية، فالنسخة اللي هي بفلوس دي ان شاء الله تلاقي فيها مدة اطول، يعني مش 4 ثواني، لا تلاقي فيها مدة اطول، تلاقي فيها قدرات اكتر، لكن فكرة التفاصيل دي حاجة رهيبة الصراحة. تمام، دي كده خلصت، شغال هو بقى في الاتنين دول. تمام، طيب ممكن نشوف السبيس. السبيس ده يعني اللي هو البروفايل بتاعك، يعني كل واحد بيعمل حاجة بيبدأ يحط فيها الشغل بتاعه. تمام، خلينا نخش على ماي سبيس. لو انا عملت لايك لحاجة، انا عملت 12 لايك قبل كده، ده الفيديو اهوت عشان بقى عملت له بابلش، دي الحاجات اللي انا حطيتها عندي بحيث لو حد عايز حابب انه يشوفها. تمام، ممكن نعمل له اوبتمايز. تعالى بقى نشوف الفيديوهات. خلاص احنا فهمنا الفكرة، ان في صورة وحولها لفيديو بالشكل دوت. طيب هنا الموقع ده صراحة موقع قوي جدا، موقع أساسي في الشغل، إن شاء الله يعجبكم، تقدر تعمل بيه حاجات متخصصة في مجال العمارة. طبعا هو مفتوح لكل حاجة، لكن هتلاقي أغلب الصور اللي موجودة حاجات خاصة بالعمارة، لكن ممكن حد يستخدمه استخدام عام يعني، لكن حاجة مثلا زي كده تمام نقدر إن احنا نبص عليه ونتعلم منه، ناخد منه البرومت. تمام، نبدأ نعدل فيه، انا بحب الحاجات البسيطة ديت. تمام، فنقدر نعدل فيه لحد ما نوصل للطراز اللي احنا عايزينه. ان شاء الله هيكون لينا فيديوهات اكتر معاه، لان هو موقع تقدر تعتمد عليه.